السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القادم. الليلة اليوم الثالث لينا في محافظة بوكيت، والليلة ماشيين أجمل جزر بوكيت، جنة الله في الأرض، فيفي آيلاند. طبعا يا جماعة الكثير منكم كل ما يجي هنا تايلاند، تحديدا جزيرة بوكيت، بمشي جزيرتين اللي هم جيمس بوند آيلاند وفيفي آيلاند. أنا إن شاء الله حمشي جزيرة تانية، حخلى لكم مفاجأة خلال الأيام الجاية. طبعا على حسب ما اتذكر انا 2019 خط السير حقنا حيكون كالاتي: اول حاجه حنمشي منطقه التجمع بدون محاضره عن السلامه وبالسلامه، وبعدها حننطلق بالقوارب السريعه، حنمشي على اول جزيره حتكون جزيره مايا باي، وبعد جزيره مايا باي حيودونا مكان قريب من الجزيره نسبح فيه، وبعدها نعدى على القرود. بس ما اعتقد انه في الوقت ده يكون في قرود تحديدا، عشان نسبه لكثره الامطار ما شاء الله تبارك الله في اليوم بتصب مطره مرتين في اليوم، الصباح وفي الليل كمان، وقوية صراحة، فما أعتقد أنه نلقى قرود كثيرة. بعد كده حنمشي على فيفي آيلاند، حنتغدى هناك، وبعد فيفي آيلاند حنرجع على كاي آيلاند، وبعد كاي آيلاند نكون ختمنا جولتنا. طبعا يا جماعة الحلو في الموضوع أنه كل الجزر اللي حنمشيها سواء فيفي آيلاند أو كاي آيلاند كلهم مسلمين، الناس اللي بيشتغلوا في الجزيرة دي مسلمين. وانصحكم لو تيجي تطلعوا دائما الرحلات دي خذوا معاكم أكثر من غيار، عشان ما اول حاجه حتترشحوا كميه مويه، وغير عن كده حتسبحوا في المناطق دي، وفي مناطق معينه كمان حيدوكم فيها اللي هي نظارات السباحه عشان تنزلوا تحت تشوفوا السمك وتشوفوا الشعب المرجانيه، فحتكون رحله جميله جدا جدا. واذا في اي جديد ان شاء الله حرجع اسجل لكم مره ثانيه، واذا ما في جديد حرجع اسجل لكم في اخر الفيديو. يلا تعالوا معي وخلونا نبدا رحلتنا. يا هلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير ومساء الخير عليكم. طبعا الحمد لله الحمد لله خلصت رحلتنا الجميله ورجعنا بالسلامه الحمد لله. خلصت رحلتنا على الساعه 6 لما جانا الباص ووصل كل واحد على مكانه، وصلنا على البيت الساعه 8 الحمد لله. يلا يا جماعه نرجع لمسار رحلتنا. زي ما قلت لكم احنا اول حاجه حنمشي مكان التجمع، من مكان التجمع ركبنا القوارب السريعه، استغرقت رحلتنا 45 دقيقه لما وصلنا جزيره مايا باي. اول ما تدخل وتشوف المويه وتشوف مناظر الجبال والاشجار حوالينك، ما شاء الله تبارك الله، بجد تفكر في ابداع الخالق ربنا سبحانه وتعالى، جمال الطبيعه صراحه يا جماعه. انا بقول يا جماعه اذا دي الارض كيف الجنه، يعني حقيقي المكان ساحر ساحر ساحر، يبهرك بجماله، خصوصا زي ما قلت لكم لون المويه مع الاشجار عباره عن لوحه فنيه رسمه ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده دخلنا داخل الجزيرة، شايفين كيف كمية الناس، اللاين صغير جدا جدا رايح وجاي. تقدروا في نفس الجزيرة دي تاخدوا لكم وجبة خفيفة وتقعدوا فيها لمدة نص ساعة. بعدها مشينا الشاطئ حق مايا باي،
لحد ماي باي، طلعنا مرة تانية على الصواريخ السريعة ودونا مكان قريب من ماي باي عشان نسبح فيه. هناك تقريبا بدوكم يعني حوالي 20 إلى 30 دقيقة على حسب حماس الناس. إذا الناس متحمسين وحابين يقعدوا عادي ما في مشكلة، تقدروا تجلسوا الوقت اللي تبوه، ولو كمان مستعجلين عندكم من 15 إلى 20 دقيقة. وهم ما بيقصروا صراحة معاكم، وغير كده خلال الرحلة يعني ما شاء الله تبارك الله كان عصيرات فواكه خلال الرحلة، يعني دي برضو حاجة يعني جديدة صراحة. أنا لما جيت 2019 الحاجة دي كانت ما هي موجودة، فهم ما شاء الله تبارك الله كل ما لهم بيطوروا في السياحة أكثر وأكثر. بعد شاطئ القرود جابونا قريب من كهف الفايكنج، بس للأسف كان عليه أعمال صيانة. أول ما دخلنا الجزيرة توجهنا على طول على منطقة الطعام. هناك اللي عجبني فيهم صراحة في المطعم إنه أول ما تجي تغسلوا رجولكم، وبعد ما تغسلوا رجولكم تسيب الجزم برا والشباشب برا الله يكرمك، وبعد كده تدخلوا على البوفيه. طبعا البوفيه مفتوح وحلال، الجزيرة زي ما قلت لكم كلها مسلمين، يعني حتى نادرا ما تلقى فيها مبيعات كحولية، نادر جدا، يعني حتى في بعض الناس كانوا متزمرين من موضوع ده عشان غالبية الناس الساكنين في الجزيرة من المسلمين. بعد الغداء صلينا الظهر والعصر، واخدت لكم صور بسيطة كده للمكان. زي ما قلت لكم الأمطار صراحة ما ساعدتنا انه يعني نصور الجزيرة من دون السحب والغيوم، كان بتكون أحلى وأحلى، وكان قدرنا نمشي بمناطق كثيرة جدا جدا داخل الجزيرة. وغير عن كده لو حابين انتوا كمان تجلسوا في الجزيرة أكثر من يوم، فيها فنادق وما شاء الله الجزيرة كبيرة شديدة، يعني أنا ما اديت حقها للأمانة.
بعد ما اخذت صور وكل حاجه ونحن راجعين خلاص على الشاطئ دارين نتحرك، حصلت واحده بتبيع ايس كريم جوسين. دي يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، ده احلى ايس كريم جوسين انا جربته في حياتي صراحه، كله بمية بات، يعني طريقة التقديم وطريقة التحضير وغير عن كده، يعني هم مسلمين فلازم احنا ندعم المسلمين يعني. فبس ما شاء الله تبارك الله، يعني الايس كريم حقها مبالغ. بعد كده طلعنا على القوارب السريعة واتجهنا الى اخر نقطة في رحلتنا اللي هي كاي اي. جلسنا في الجزيرة حول 20 دقيقة، هناك استأجرت جيت سكي، والغريب انه ارخص من هنا من بطوق. بطوق هنا الاسعار تبدأ في 1500 بات 2000 بات زي كده. اخذت لفة بالجيت سكي ورجعت طعن على الشاطئ. رجعنا للقوارب السريعة وبعدها خلصت رحلتنا ورجعنا لمرسى بوكيت، وكانت من أحلى الرحلات حقيقي اللي أنا طلعتها. وإن شاء الله زي ما قلت لكم انتظروا في جزيرة جديدة إن شاء الله نطلع مع بعض. قليل من الناس قليل من الناس جدا راحوها، أو ممكن يكونوا ما راحوها لأنه الناس كل ما تجي هنا يا بتمشي في آيلاند أو جيمس بوند آيلاند. انتظرونا خلال الأيام القادمة وإن شاء الله ننزل لكم الجزيرة. يلا أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.